أشواطنا تستمر والانطلاقات تستمر على أرضية هذا الميدان. شوطنا الثالث للصعوب وثاني أشواط الإبكار للصعوب 1200. مسافتنا مشاهدينا متابعينا الكرام انطلق مع شعار ندى ويقدم وعد حمدان بن حمد بن مبارك السليطي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني من هاد حمدان بن حمد بن مبارك السليطي ما شاء الله يدفع باسمين 800 متر أخيرة متبقية عن خط النهاية. ناخذ المركز الثالث هنا القدوم هنا التسلل من شعار ياتينا العامري قادم العيناوي مع جماهير سعيد بن سالم العامري. والمركز الثالث مع الرابع مع حشيمة راشد بن محمد بن راشد بن قحيدة المهيري. المركز الخامس مهابة لسيد بن علي بن سعيد الاجتبي. هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة ها هو الإعلان ما شاء الله. أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة يا بن منينة يا بن منينة. تابع وشاهد هذا الانطلاق من هذه اللي تقدمت وعد للصليطي لراعي ندى على المركز الأول. لكن الأسماء قادمة يا الصليطي روح يا سليطي الاسماء قادمه. العامري قادم في هذه اللحظات الشعار العيناوي سعيد بن سالم العامري يقدم جماهير ولكن وعد ما شاء الله. دور اليوم الملاقة تسرك ما يهون ركضها خلي تنطاها التحرك كانها بقوه محرك وتتجاوز دون ما تظهر عصاها. سلام 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 يا سليطي. المركز الثاني كذلك مع شعار السليطي. والمركز الثالث وصل شعار العامري مع جماهير سعيد بن سالم العامري. التوقيت دقيقة 44